قال سيد قطب قال اليهودية والنصرانية والإسلام سواء. أيوة أنا ذاتي من قبل داير لي سؤال زي ده للكتب بتاعت سيد قطب ده. شيخ الجبهجية مؤتمر وطني وده اشتريته عليه من برا مكتوب شنو؟ الدار السودانية للكتب شارع البلدية الخرطوم صندوق بريد 2473. بعدين عامل لك صورة طبعا شارع القصر. لو عملت البتاع كده بتصل. مش زمان قروك في الأساس لعبة كده يسمى شنو وجدنا الكنز مش بس تعمل كده فهمت. الدار السودانية تمشي شارك طوالي شارع عطبرة بتلقاه طوالي تفتح من الساعة 10 صباحا لأربعة ونص كان أربعة زادوها نص ساعة. طيب عارفيننا عشان نجي أكشف وانت قلني بتكلم ساي. طيب ده هنا كتاب سيد قطب. الكتب دي منا مرقت ناس داعش. مش الناس تقول لك داعش ما داعش. داعش مرقوا من الأخوان المسلمين ما مرقوا من منهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب أو من المنهج السلفي كما يروج لذلك المجرمون من الصوفية ومن غيره. من هنا يا الخنجر تعرف يا الخنجر كتاب ده خنجر في ظهرك امتى مرقوا من الكتاب ده ومن غيره من الكتب قاعدة جوا هنا كتب التكفير. طيب نموذج صغير آخر صفحة في الكتاب بتاع العدالة الاجتماعية لسيد قطب فهمت؟ والروشتة بتاعت الكتاب ولا يسمى جنون الفاتورة قاعدة موجودة. طيب قال وحركات البعث الإسلامي اليوم في مفترق طرق آخر صفحة منها الفارس طوالي. قال ونقطة البدء الصحيحة يعني عشان نصلح المسلمين نعمل شنو. قال ونقطة البدء الصحيحة في الطريق الصحيح هي أن تتبين الشرط الأساسي لوجود الإسلام أو عدم وجوده وأن تستيقن أن وجود الإسلام اليوم قد توقف وأن لا تفزع لهذا التقرير الخطير ولا يتعاظم الأمر فتحجم عن رؤيته والجهر به فهمت. ده سيد قطب هنا بيجي يتكلم بنبز في عثمان بن عفان صفحة 161 أمر قليل بالله كتاب التصوير الفني ده. سيد قطب قال القرآن فوقه موسيقى لسه أنا جايك ده شيخ الكيزان كلهم. قال وأخيرا ثارت الثائرة على عثمان بن عفان رضي الله عنه يعني ده ما بيتكلم عن فنان أو إنسان عادي. قال واختلط فيها الحق بالباطل والخير بالشر ولكن لا بد لمن ينظر إلى الأمور بعين الإسلام ويستشعر الأمور بروح الإسلام أن يقرر أن تلك الثورة في عمومها كانت فورة من روح الإسلام. الناس الكتل عثمان رضي الله عنه قال دي الروع ثورة من روح الإسلام. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لما بلغه مقتل عثمان أو قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن عثمان قال ألا أستحي من رجل تستحي منه ملائكة السماء. ملائكة السماء بتستحي من عثمان ينبذ سيد قطب. بل الرسول عليه الصلاة والسلام زوج ابنتين من بناته لعثمان. العلماء قالوا ما يعرف في تاريخ البشرية أن رجلا أرخى سترا على ابنتي نبي إلا عثمان. يجي سيد قطب يقول الناس الكتلوا ديل كان ديل ثورة من روح الإسلام وديل خوارج ديل ناس خوارج. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعثمان في حديث في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر جاء خاشي البستان وكان أبو موسى واقف في باب البستان قال استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر قال إذن له وبشره بالجنة. فجاء عمر قال إذن له وبشره بالجنة. فلما جاء عثمان قال إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. البلوى دي العلماء قالوا هي أن يقتله الخوارج. علي بن أبي طالب رسل الحسن والحسين بسيوفهم عشان يدافعوا عن عثمان رضي الله عنه يجي يسبوا سيد قطب. الصحابة بشوفوا دماؤهم رخيصة عشان يفضوا عثمان بن عفان رضي الله عنه. أبو هريرة جاء شال سيفه عشان يجي يدافع وغيره من الصحابة. وكان الصحابة الزمن السنة ديك في الحج فهمت. عثمان قال أنا ما داير يراق محجن دم يعني قدر حاجة صغيرة بسبب أنا من أمة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال للموالي بتاعنه الموالي بتاعنه قال لهم من أغمد سيفه فهو حر. قال لهم الزول اللي بيغمد السيف ويدخله جوا ده حر طوالي تاني ما عنده ريق بعد اليوم. وعثمان طلع على الخوارج والناس القاعدين خوارج قاعدين والصحابة دارين يدافعوا والناس كلهم سامعين.
فقال أنشدكم ولا أنشد إلا من صحب رسول الله. قال أتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يجهز جيش العسرة وله الجنة؟ قال فجهزته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر رومة؟ قال فاشتريتها. قال وله الجنة فاشتريتها. النبي صلى الله عليه وسلم لما عثمان عفان جاب 600 أو 700 فرس أو 700 ناقة بسلاح أو أي حاجة والزاد بتاعه، وبعد ذاك تمت 300 من الخيل، وجاب بعد ذاك أموال للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بقى يقلب في المال ويقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. فهمت؟ ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. جاء سيد قطب يقول الناس الكتلوا دي الناس صح. سيد قطب مش بيسب عثمان، ده بيسب الأنبياء عديل. صفحة 200 هنا الكتاب ده بيتكلم عن نبي الله موسى. قال لنأخذ موسى، كأنه بيتكلم عن موسى الزومة ولا عن ما انت بتتكلم عن النبي يا سيد قطب. اجي عبد الحي يوسف، فهمت؟ عشان يدافع عن المنهج التكفيري بتاع الزول ده. قال سألوا عن الناس اللي بينتقدوا سيد قطب. قال اللي بينتقدوا سيد قطب قال ده عبارة عن ناس قال قروا كل كتب سيد قطب وطلعوا حاجات بالمنقاش. قال بالمنقاش حاجات ظاهرة من غاش شنو دي بيطوبة بتقلع مش بالمنقاش. قال صفحة 200 قال لنأخذ موسى، ولا قال عليه الصلاة والسلام، الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيقول موسى صلى الله عليه وسلم. انت ما دار تقول؟ قال لنأخذ موسى إنه النموذج للزعيم المندفع العصب المزاج. يا أخي الكلام ده أنت ما قلته في جون قرن، تقوله في موسى عليه السلام. النبي صلى الله عليه وسلم لما الخارج التكفيري السلف بتاع سيد قطب لما قال الرسول اعدل فإنك لم تعدل، في رواية النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله أخي موسى فقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. وربنا قال، ربنا سبحانه وتعالى قال فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل منهم منه يا أخواننا موسى عليه السلام. ده بيجي يطعن فوق الموسيقى في القرآن. الموسيقى في القرآن فهمت؟ صفحة 110 ذات دين غريب. عشان كده ما غريب الترابي يقول لهم لقد آن لقد آن الآن. قال لا يمكن أن يعبد الطار الله وحده. قال آن للآلات الموسيقية أن تؤوب إلى الله، يعني الكمانجا والساكسفون والأورغان والجماعة دي آن لهم أن يتوبوا. طيب يتوبوا يعملوا جنيه يا ربي، ها؟ يعني يغنوا المديح والنار ولعت والكلام الكثير ده، فهمت؟ قال له ما ممكن الطار يعبد الله وحده، عشان كده قال إنه ده فيه حسنات، فهمت؟ عشان كده ده عندهم حاجة اسمها الغنى الإسلامي، فهمت؟ قال فأما تنوع أسلوب الموسيقى وإيقاعها بتنوع الأجواء التي تطلق فيها فلدينا ما نعتمد عليه في الجزم بأنه يتبع نظاما خاصا وينسجم مع الجو العام باضطراد لا يستثنى، وقد نحتاج في ضبط الفروق وتوضيحها إلى قواعد موسيقية خاصة وإلى اصطلاحات في الموسيقى لا يتهيأ العلم بها لكل قارئ ولا لنا نحن أيضا، ولكننا نحسب المسألة أيسر من ذلك إذا نحن اخترنا ألوانا متباعدة وأساليب متباينة من هذه الموسيقى. داري أوريك أنواع الموسيقى في القرآن، فهمت؟ شوف الكلام ده هل ده موجود في القرآن ولا موجود في الناس كريت ديفيد. قال في سورة النازعات أسلوبان موسيقيان وإيقاعان ينسجمان مع جوين فيهما تمام الانسجام. أولهما يظهر في هذه المقطوعة السريعة الحركة. ده وين الكلام ده؟ انت قال ده في اي وونت يونير بنتاغون والجماعة دي لك وهيت تلقاه شغال كده؟ لا، ده بيتكلم عن القرآن. قال أولهما يظهر في هذه المقطوعة، فهمت؟ السريعة الحركة القصيرة الموجة القوية المبنى تنسجم مع جو مكهرب سريع النبض، فهمت؟ ده الناس أويلوا لا كومبو ولا شنو ما بعرف، ده نفسه ده الدين بتاع سيد قطب يا عبد الحي، تقول له بالمنقاش. طيب قال شديد الارتجاف والنازعات غرقة والناشطات نشطة والسابحات سبحة. قال ده جو مكهرب، فهمت؟ يعني بعد شيء حيجينا والله بتجي فرق للرقيص في صورة النازعات، قول له بالله ادعي عليه النازعات بالوهمة بتاعتنا، والله ده ما استهزاء بالقرآن، يقول لك ده عالم يا كلب، فهمت؟ طيب قال والثاني يظهر في هذه المقطوعة ألوانية الحركة الرخية الموجة
المتوسطة الطول، ما تقولش مالية إلى شرقية جوا ظريف ومرطب، ده شنو داسي؟ دي نشرة جوية ولا ده ولا ده الغران؟ ده لعب. طيب وعشان ما تقول الزول ده، لا يا أخي لا يا أخي، قال أظن أننا لسنا في حاجة إلى قواعد موسيقية ولا إلى اصطلاحات فنية لندرك الفرق بين الأسلوبين الإيقاعيين. عشان كده قبل ما يكتب الكتاب ده قام عرضه على واحد اسمه أبو الحسن الشجاعي، أستاذ صفحة 102 أستاذ، قال تفضل الموسيقي المبدع. يا زول ده داري ده تلقاه وجاب يقول لك ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون والناس كفار ونقتلهم واو. انت قال ده شنو؟ ده هو المنهج بتاعه، المنهج بتاعه راجعه للموسيقيين، فهمت؟ يعني نضل قال على شدت حيلة ممكن تراجع التصوير الفني ده. قال تفضل الموسيقي المبدع محمد حسن الشجاعي بمراجعة هذا الجزء الخاص بالموسيقى في القرآن، رأيك شنو يا عبد الحي يوسف؟ طيب قال وكان له الفضل في ضبط بعض المصطلحات الفنية الموسيقية. يا زول فهمت؟ طيب أديك كلام عجيب جدا سيد قطب، قال بيتكلم عن الموسيقى، قال ولما كانت هذه الموسيقى القرآنية إشعاعا، طبعا دي وهمة في شكل قلبه، إشعاعا دي وهمات الأخوان المسلمين للنظم الخاص في كل موضع وتابع لقصر الفواصل وطولها، كما هي تابعة لانسجام الحروف في الكلمة المفردة ولانسجام الألفاظ في الفاصلة الواحدة، فإننا نؤثر أن نتحدث عن هذه الظواهر مجتمعة، كلها مجتمعة. قال جاء في القرآن الكريم، أسمع كلام شيخ عبد الحي يوسف، قال جاء في القرآن الكريم وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، وجاء في حكاية عن كفار العرب بل افتراه بل هو شاعر. قال وصد أسمع الكلام عليك الله بس ركز. قال وصدق القرآن الكريم فليس هذا النسق شعرا، كويس، ولكن العرب كذلك لم يكونوا مجانين ولا جاهلين بخصائص الشعر. يعني شنو يعني؟ يعني شنو؟ يعني كلامهم صح، عشان ما تقول لي تحملت اللفظ ما لا يحتمل لساتي ملك. قال يوم قالوا عن هذا النسق العالي انه شعر، برضو قال لهم ما برضو هم صحهم قالوا شعر وكلامهم القرآن قال ما صح، لكن برضو هم ما مجانين. ما مجانين معناه شنو يا سيد غطوب؟ معناه القرآن شعر، معناه الرسول شاعر، معناه كلامهم صح، معناه القرآن غلط، معناه عبد الحي بيمدح في زول بيكفر بالقرآن. رأيك شنو يا عبد الحي يوسف؟ فهمت؟ من هذا الرجل خرجت كتب التكفير والتفجير وغيره، ده موضوع طويل جدا بيحتاج إلى كتب، لغاية ما في النهاية اعترف بذلك الدكتور القرضاوي مستقبل الأصولية الإسلامية، ده برضو بيعه في الدار السودانية للكتب، أنا اشتريته الأسبوع الفات الكتاب ده عشان نكشف لك الجماعة ديل. قال بيتكلم عن الفصيل بتاع التكفير، قال ومما اعتمد عليه هذا الفصيل ظاهر بعض كتابات الأستاذ سيد قطب رحمه الله في تفسيره الشهير في ظلال القرآن، وما اختصره منه في كتاب معالم في الطريق، وقد كتب ذلك بين جدران السجن، وهؤلاء امتداد لجماعة الخوارج. سمعت الخنجر؟ وهؤلاء ده صفحة 18 تلقاه في الدار السودانية الطابق الثالث، فهمت يا خنجر؟ قال وهؤلاء امتداد لجماعة الخوارج الذين صح الحديث في ذمهم والتحذير منهم من 10 أوجه، وقال الرسول الكريم عنهم يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وقيامه إلى قيامهم وقراءته إلى قراءتهم، فهمت؟ فده يا عبد الحي يوسف بيعترف بأنه سيد قطب تكفيري وعنده أخطاء منهجية، ده القرضاوي. أنا أصدق عبد الحي يوسف ولا أصدق القرضاوي؟ يا أخي ما تلعب علينا نحن، وأنت مشيت صورت معه عبد الحي يوسف مصور سيلفي مع القرضاوي، والله شياب ما عندهم أي موضوع، شياب ما عندهم أي موضوع، مصور كده مع القرضاوي. يا حالك الله القرضاوي، أنت قال زول، وده أنا جبت لك من باب وشهد شاهد من أهلها ما من باب مدح، ده شيخك القرضاوي. طيب في سؤال أخير؟ وفي سؤال وكذا، فالناس تحذر يا أخوان، شوف الجماعات دي بتورطك داعش وهوس ويغشوك، وديل تلقاهم بيمدحوا لك،
طبعا هو عبد الحي يوسف ما بيجيك طالب يقول لك داعش، لكن بيمدح لك ده. انت تمشي تقرا ده تقول يا اخواننا طيب الكفار المسلمين اليوم كلهم كفار والناس عطلوا الجهاد، نعمل شنو؟ طوالب تقوم تضرب، تشوف مواقع ناس داعش في النت يجيبوا لك راسلنا في هذا الموقع، تقوم تراسلهم. وعندهم هنا بيجاي عندهم بوابات وعندهم وكلاء داعش، مش في وكيل سوداني، وكيل ال جي، وفي وكيل سجاير، وكيل بتاع دراجات ناريه، وكيل تايوتا، مش في؟ برضه في وكيل بتاع داعش قاعد. تضرب الايميل بيقول لك طبعا، بيقوم بيديك اسئله بشوفك انت بتلعب عليه ودار تكشفه ولا انت اصلا دار تلتحق. بعد شويه انت بيقول لك تمشي تلاقي فلان. ذاك طبعا بقدام بيقول لك لا، طبعا داعش كعبين. تحت يقول لك طبعا لابد من التغيير، والا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. فهمت؟ وهؤلاء الحكام طواغيط، ومن لم يحكم بما انزل الله ولا يدي بالاجماع ما على ظاهره، كما قال ابن حزم، فهمت؟ وابن تيميه وغيره. بعد ذاك يجي يغشك ويقول لك والتبرج موجود وكذا، هنعمل شنو؟ يقول لك طبعا هاك الحزام الناسف ده، لا تركب حفلات الحاج يوسف يوم الخميس لانه بكون في زحمه، وتفجرها، تفجر حاجه التومه وديك شايله دقايق وديك مسكينه يا اخي الله يهديك، وفجرها مالك وريها الحق. فده كله هوس يا اخوان. شفت الكتب دي بتورطك. فعشان كده ما تبقى معي جماعه، خليك براك يا زلمه. ما يعجبك الا ما قال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وده في النهايه بتسال عنه يوم القيامه. انا واصل ان شاء الله في الاسبوع القادم. جزاكم الله خير. والسلام. وصية القحطاني. بالله قولوا كلما انشدتم رحم الاله صداك يا قحطاني.